يوم ما قلبي لما اخذ يعني يحمي راسي امزعه بايدي وارفصه برجلي. امال المولد ده جاب اخره يا باشا والمولد ده الفضة يا باشا وخلصت. عمال تحورني وتدورني الجو خير كان في الشغل احسن. شوف يا خميس، انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، انت من القليلين جدا اللي دخلوا دماغي، وانا شايف فيك بكره بتاع البلد دي. شكرا شرف لينا، اتمنى نخدم بلدنا. وانا يعني بعمل ايه؟ ايه همي يعني؟ قاعد المزاج ولاد بلد اظبط دماغهم عشان يشتغلوا صح ويدوروا عجله انتاج مظبوطه. عندك حق يا خميس، ده معناه ان هيبقى في راحه بال. طبعا لما بالي يبقى مرتاح الدماغ يبقى مظبوط، ولو الدماغ مظبوط المزاج هيبقى موزون، ولو المزاج موزون الشغل كمان هيطلع موزون. وعد الله وعد الله. انت بتتكلم زي الحاجة بالظبط. اه والله زي الحكة. لا مش زيها زيها يعني، لا انت برضو انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده خميس. انت زي العسل يا باشا، اليوم يا باشا انت مش عاد يعني. قول لي يا عم. انت عم السوق كله يا باشا. الخلاصة دي المصلحة يا انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النور، مع اني والله مش حابب. مش مهم تبقى حابب يا خميس، المهم تخلص اللي بتعمله. خلي الحب ده لبعدين لحاجة انا حيشها. مش فاهم ايه رايك في فريده بنتي؟ حته هانم. حته هانم نوح طلبها لابنه، ايه رايك؟ نوح طلبها لمين؟ براه ده عيل عفش ولمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار، هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 شوف بقى خميس، الواد براءة ده رغم انه شغال معانا انما تحس انه براني مش اصلي، واحنا صعايدة ما نديش بناتنا لحد بره ابدا. وانا لو حبيت ازرع شجرة لبنتي ازرع لها شجرة جدرها واصل لسابع ارض، جدر اصلي. فهمت يا اصلي؟ المية دي ساعة طول الوقت وانا معرفش. دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده، انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الأبواب ونقب من على وش الدنيا. أنا يا فندينا يا أما إن كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لنا بس أنت اللي مغفلاها قوي. دي سكة مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصة اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمة على وداني ولا عاجزة بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة ملوش لزوم الكلام ده. بس الزامنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بيت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزيادة بقى يا اما بزيادتك، انت انت اللي لازم لك جفلة. خلاص الجفله بقت بضبة مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني.
ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر، الله أكبر.